كيف أقوم بتقدير نواتج القسمة؟ أقوم بتقدير نواتج قسمة عن طريق الأعداد المتوافقة. وما هي الأعداد المتوافقة؟ الأعداد المتوافقة هي أعداد أو عددان من السهل أن أقسمهم ذهنيا. لنأخذ هذا المثال، لدي العدد 5 والعدد 30، هذا عددان متوافقان لأنني أقسمهم بكل سهولة. 5 و 19 أعداد غير متوافقة. 4 مع 18 أيضا ليست متوافقة، لا أستطيع أن أقسم 18 على 4. 32 متوافق مع 4 لأنني أستطيع أن أقسمه. خذوا مجموعة الأعداد هذه. 36 متوافقة مع 6 لأن ناتج قسمتها 9، وهكذا. الأعداد المتوافقة هي أعداد تقبل قسمها على بعض باختصار. ليكن لدي هذا العدد وأريد أن أقدر ناتج قسمه. في البداية ملاحظة، التقدير ليس تقريب. مفهوم التقريب يختلف عن التقدير. لا أتبع خطوات التقريب. الخطوة الأولى لأقدر ناتج القسمة، للبداية أقدر المقسوم عليه، أقربه لأقرب عدد صحيح من السهل أن أتعامل معه. 59 أقدرها إلى 60. 59 أصبحت 60 ليست تقريب، هذا تقدير اسمه. أأخذ العدد 6 وأأخذ أول عددان من المقسوم، من العدد الذي أريد أن أقسمه. العدد هذا 37 أقدره إلى عدد يقبل قسمة على 6. 37 أعطيني عدد قريب من 37 يقبل قسمة على 6. تذكر جدول 6، العدد 36، والأعداد الأخرى نكتبها أصفار. 36 تقبل قسمة على 6، إذن 3600 قسمة 60. نحذف الصفر مع الصفر في البداية، يتبقى 36 أقسمها مع 6 تساوي 6. يتبقى لدي صفر إضافية أنقلها إلى الإجابة فيصبح الإجابة النهائية 60. نأخذ مثال آخر لنوضح الفكرة. 4134 قسمة 7.1. 7.1 أقربه إلى العدد 7. الآن نأخذ أول عددان. أعطيني عدد قريب من 41 يقبل قسمة على 7، وهو 42 جدول عدد 7. تنزل الأصفار، الأعداد الأخرى تتحول إلى أصفار. نقسم فقط العددان الذين حولتهم. 42 قسمة 7 هي 6. الأصفار الأخرى ننقلها إلى الإجابة فإذن تساوي 600. بنفس الطريقة لاحظوا معي في هذا السؤال، 49 وثلاثة أجزاء قسمة 7، المقسوم عليه 7، اتركه 7. نأخذ أول عددان من المقسوم 49. 49 بالفعل أيضا هي تقبل قسمة على 7. 49.0، لكن بوينت صفر ليست لها قيمة فقمت بمسحها. 49 قسمة 7 يساوي 7. نقوم بكتابة القسمة الطويلة على شكل قسمة عادية. المقسوم عليه في هذا السؤال هو العدد 25. سأترك 25 كما هي، لأن لو تلاحظ 98 قريبة من العدد 100، والعدد 100 كما أخذنا في مسائل النسب المئوية والأعداد العشرية تقبل قسمة على عدد 25 فتساوي 4. في المسألة الثانية الأخيرة هنالك 6 ذاكر سعرها 64.50 جزءا، يريد سعر التذكرة الواحدة. أعطاني 6 ذاكر يريد سعر التذكرة الواحدة، إذن سأستخدم عملية قسمة. عندما يسألني عن الكمية الواحدة أستخدم عملية قسمة. 64.50 جزءا قسمة 6. العدد 6 نقوم بتقريبه إلى العدد 6، يبقى كما هو. نأخذ العددان 64، العدد 60 قريب منها ويقبل قسمة على 6. بوينت صفر صفر، جميع الأرقام تتحول إلى أصفار، لكن هذه الصفران ليست لهم قيمة، فإذا يبقى لدي 60 قسمة 6 يساوي 10. في السؤال دي 54 قسمة 9.16، 9 و16 جزء قريب إلى العدد 9. ننظر إلى العددان 54، هل تقبل قسمة؟ بالفعل 54 كما هي، لن أغير هذا العدد لأن 54 قسمة 9 يساوي 6. نكتب المسألة الأخرى بشكل مسألة قسمة عادية أفضل. 99 قسمة 10.75، 10.75 نقربها إلى من؟ إلى 10، سهل. الآن أعطيني عدد قريب من 99 يقبل قسمة على 10. أيضا من السهل أن نعلم أنه هو العدد 100. 100 قسمة 10 يساوي 10. بنفس الخطوات سأقوم بحل هذا المثال. 4.7 قريبة إلى 5. 25 تقبل قسمة على 5، فإذا تبقى كما هي. 25 قسمة 5 يساوي 5. نأخذ هذا السؤال. 7
تبقى كما هي. نأخذ أول عدد، أبحث عن عدد قريب من 40 يقبل قسمة على 7. هناك 42 و 35 العددان يقبل قسمة على 7، لكن 42 أقرب إلى 40 من 35. إذا 42 قسمة 7 يساوي 6. السؤال الآخر بنفس الطريقة، سأبدأ بالتقريب المقسوم عليه 38 قريبا من عدد 40. الآن أخذ هذه الأربعة، لا أخذ 40، وأخذ معها أول عددان 98. عدد قريب من 98 يقبل قسمة على 4، أيضا من درس النسب المئوية تذكروا العدد 100، وجميع الأرقام تتحول إلى صفر. لاحظوا معي الأعداد بعد الفاصلة العشرية ليست لها قيمة، سأقوم بمسحها. يتبقى لدي العدد 1000. لا أستطيع أن أمسح الصفر الأخيرة. 1000 قسمة 40، في البداية أحذف الصفر مع الصفر، يتبقى لدي 100 قسمة 4 يساوي 25. في المسألة الرابعة، متوسط هطول الأمطار السنوي في السنة الواحدة يمطر 65.3، ما مقدار هطول أمطار كل شهر؟ ولاحظوا معي كل شهر، السنة الواحدة بها 12 شهر، أعطانا هو المعدل في السنة، إذا سأقسم على 12. 65.3 قسمة 12. من جدول الضرب العدد 12، 12 في 5 تساوي 60، فإذا ستبقى 12 كما هي، لن أغيرها حتى لا تبتعد الإجابة الصحيحة بشكل كبير. سأقدر فقط 65، إذا المقسوم عليه 12 يبقى كما هو. عدد قريب من 65 يقبل القسمة على 12 هو العدد 60. 60 على 12 يساوي 5، إذا 50 بوصة كل شهر تقريبا. اشترى محمد 6.75 ياردة من القماش بتكلفة إجمالية 47.50. أعطانا الإجمالي وأعطانا الطول 6.75، يريد الياردة الواحدة. دائما عندما يسألنا عن كمية واحدة فإذا نحتاج عملية قسمة، وهنا ذكر لنا كلمة تقريبا، فإذا قدر الإجابة 47.50 قسمة 6.75. 6.75 هي أقرب إلى 7، ليس إلى 6، أقرب إلى العدد 7. الآن 47 عدد قريب منها يقبل قسمة على 7، من جدول ضرب العدد 7 العدد 49. 49 قسمة 7 تساوي 7. Thank you.